رغم كل الانتقادات اخترنا اسم برنامجنا أسرار من تحت الكوبري. لأننا على يقين تماما أنه معظم أفاتنا ومشاكلنا وأزماتنا بوطننا العربي وحتى بالعالم تبدأ دائما من تحت الكوبري. واللي يؤسفنا أكثر أنه مسؤولينا بيمروا كل يوم من فوق الكوبري ولكن ولا مرة تعب واحد منهم نفسه ونظر إلى ما يجري تحت الكوبري. لذلك قررنا ببرنامجنا إن نكون عيون الناس وصوت لننقل الصورة من تحت الكوبري لمن يمر فوقه ويغض عنهم بصره. نرى أبرز ما سنشاهده من فقرات في حلقة الليلة. لماذا لا يتم إسقاط الجنسية عن الإخوان؟ ما هي مصلحة هيئة قضايا الدولة في أن تسقط جنسيتهم أو لا تسقط؟ وما هيرجعوا للحكم يعني تاني؟ طعنت في الحكم بتاع قناة الجزيرة. نعم. ليه ما طعنتليش في حكم قناة رابعة؟ طب ما هي الاتنين واحد، ما رابعة زي الجزيرة. شيخ قبائل سيناء، القوات المسلحة طلبت منا تأجيل مشاركتنا في الحرب على الإرهابيين. نحن السند الأول لقوات المسلحة على مر العصور، ولا يجب التهاون بالقبائل. لماذا لم يتم سحب الجنسية من الآلاف من الإخوان والمتطرفين ويعيشون بالخارج؟ هيئة قضايا الدولة بتعمل جاهدة لحماية هذا الفكر، وأؤكد لك إن هيئة قضايا الدولة مخترقة بخلايا إخوانية. لما أشوف يصدر حكم بإغلاق قناة الجزيرة ولاقي قضايا الدولة بتستأنف الحكم ده، طب لصالح مين؟ ألا يوجد مادة أو مواد أو بنود لإسقاط الجنسية؟ لا. أهلا بكم. المادة 16 من قانون الجنسية المصري لسنة 1975 تؤكد جواز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا كان يقيم بالخارج وصدر أي حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة، أو إذا انضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة، أو إذا عمل أيضا لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. وبالنظر لكل ما سبق، هناك سؤال بديهي يفرض نفسه: لماذا لم يتم سحب الجنسية من الآلاف من الإخوان والمتطرفين الذين ينتمون لداعش والقاعدة ويعيشون بالخارج، رغم أنهم تقريبا يرتكبون كل ما سبق من تجاوزات؟ الإجابة على هذا السؤال سنحاول معرفتها من المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، كما سيكون معنا أيضا المحامي المعروف الدكتور سمير صبري. ولكن بداية دعونا نتوقف مع هذا التقرير ثم نعود. تنص المادة 6 من دستور مصر عام 2014 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية. ومؤخرا نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء إبراهيم محلب
حول إسقاط الجنسية المصرية عن أشخاص يقيمون بالخارج ويحملون جوازات سفر مصرية ويرتبطون بجهات أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة. هل إن إحنا لو أسقطنا الجنسية عن الناس هيروحوا فين مصر؟ هم ما لهمش مكان غير مصر. هل مثلا نعمل لهم دولة جوه الدولة أو هنعمل فيهم إيه؟ لو أسقطنا عندهم الجنسية معناها بنسقط جميع حقوقهم. ما ينفعش إن إحنا نسقط عن الجنسية المصرية لأنهم في الأول والآخر مصريين. وبعدين الدولة كلها برضه لو إحنا بصينا بشكل موضوع هنلاقي كل الشعب منقسم إلى فئات. الجنسية إن أنا انتمائي للبلد، إن أنا بحب البلد. لكن إذا فقدت هذا الشرط إن أنا انتمائي لمكان تاني أو لطيار معين أو لجهة معينة يبقى أنا لا أستحق الجنسية المصرية. لا أنا ما أعتقد إن الطلب ده طلب غير عادل، يعني كون إن هم مختلفين معنا وفي ممارسات طبعا إرهابية وفي بيعملوا ضد المجتمع كله، لكن ما يديش لحد الحق يسقط الجنسية عنهم. إذا كان في إجماع شعبي على إنه الإخوان تسقط جنسيتهم مع شعبي كامل مفيش مانع، اما اذا كان بعض الناس مش كل الشعب يتكلم، مفيش حد طبعا يقدر يسقط جنسيته عن ناس مصريين شانهم شان كل المصريين. هذه القرارات تطرح سؤالا مهما حول عدم اتخاذ نفس هذه الاجراءات بخصوص الالاف من الاخوان ومؤيديهم الذين يعيشون بالخارج ويحرضون على القتل والعنف وقلب نظام الحكم، بل ويتعامل بعضهم مع اجهزة مخابرات عالمية كما تؤكد نصوص الأحكام القضائية الغيابية الصادرة ضد بعضهم، علما بأن هناك سابقة وقعت عقب ثورة 30 يونيو عندما صدر قرار وزاري بسحب الجنسية من محمود الزهار القيادي في حركة حماس وأحد عشر من أفراد عائلته بعد ثبوت انضمامهم وفق تقارير أمنية لمنظمة تعمل على تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية. سيادة المستشار أستاذ سامح مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. ودكتور سمير مساء الخير. مساء النور يا فندم. الموضوع إذن هو بين ما يجيزه القانون المصري ولماذا لا يطبق على شريحة من المخالفين لهذا القانون أو لهذه المواد. هناك كثيرون يطرحون هذا السؤال. نعم. إنه إذا أردنا أن نطبق القانون كما تنص عليه المواد يجب على عدد كبير ويمكن يبلغ عددهم الآن المواطنين المصريين الذين اليوم يمارسون أعمالا مشبوهة أو يشاركون ضمن جمعيات إرهابية أو منظمات إرهابية خارج مصر ولهم علاقات واتصالات وما إلى ذلك مع منظمات مشبوهة، لماذا لا يجرد هؤلاء من جنسياتهم المصرية وتحجب عنهم المواطنية المصرية؟ نعم، بداية لابد أن نقرر أن دولة القانون هي التي تحترم الدستور باعتباره أبو القوانين وتحترم القوانين التي أقرها مجلس الشعب أو مجلس النواب. نعم. وبالتالي فإنه بغض النظر عن إنه أنا شايف أنا بحب أو بأكره، أنا بحب فلان أو بكره فلان، بغض النظر معينة بغض النظر. حينما نتحدث عن القانون. وطبعا أستاذنا الدكتور موجود يؤيدني في ذلك أنه لابد أن تحترم دولة القانون النصوص القانونية المقررة بل من الدستور ونزولا إلى القانون ثم اللوائح والقرارات أيضا. ما هي هذه الثغرات دعنا نقول في القانون التي يتكل عليها القانون كي لا نمنع أو كي نمنع حجب الجنسية المصرية عن هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن إذا كنا نتعاطف معهم أو لا؟ نعم، لذلك فتلك مقدمة كانت لازمة. فحينما نتحدث على دستوري عن ما ورد في دستوري مصر الصادر في 18 يناير 2014، ورد فيه في نص المادة فيما يتعلق بالجنسية المادة السادسة من دستوري مصر المعدل: الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. نعم. هذا بالنسبة للاكتساب. نعم. أما ما هي شروط حجب الجنسية أو سحب الجنسية؟ اسمح لي أن أتناول نص المادة 92 من ذات الدستور التي تنص على أنه الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن
وطبعا من باب اولى حقه في الجنسيه، فهو حق لصيق بالشخص بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. هذا هو حمايه من الدستور لحقوق المواطن. بس انا دعني بس نفسر هذه العباره، لا تقبل، لا تقبل التعطيل او الانتقاص، يعني بما معناه ما اقدرش ان انا اعطل حقك في انك تكتسب جنسية مثلا، ده حق من حقوق الانسان المصري. ده بالنسبة للاكتساب. نعم، نحن نتكلم الا يوجد مادة او مواد او بنود لاسقاط الجنسية؟ لا، في الدستور الحالي لا يوجد، ولكن كان يتعين أن نشير إلى هذا. نعم. المبدأ دي حصانة، دي ضمانة. طيب، ولكن الذي ورد في المقدمة نحن ونقرأ المادة 16. نعم، تؤكد جواز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا كان يقيم بالخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة. نعم. أو انضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي. نعم. أو الاقتصادي للدولة بالقوة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حال حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. يعني هذه المادة أليست تنطبق على الآلاف اليوم الموجودين في مصر؟ نأتي بعد أن وضع الدستور هذه الضمانات، أشار إلى القانون هو الذي ينظم اكتساب. نعم. الجنسية وأيضا فقه. نعم. ومن ضمن الفقه الإسقاط. هنا قانون الجنسية 26 لسنة 1975 وتعديلات، وردت المادة العاشرة: تسقط الجنسية لمن اكتسب جنسية غير الجنسية المصرية دون إذن من وزير الداخلية. إذن من حقه أن يسقط الجنسية رئيس الوزراء في هذه الحالة. أنا أتكلم عن المادة 16. نعم. أنا بأكمل، أنا أحدد تحديدا يعني طبعاً. نحن نناقش المادة 16 بالضبط. فإذا ورد أي نص، أي فقرة من الفقرات الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية انطبقت على أي ممن رفع ضدهم الدكتور سمير دعاويه المتعددة، إذا انطبق على أي منهم فإذا لابد من تطبيق نص المادة. إذا نحن هنا في ظل حكم الدستور نطبق القانون، في حكم أيضا القانون بنطبق القانون. أنما إذا سمحت لي في عجالة، أنما نحن لا نقر أبدا أي تعدي على الدولة المصرية سواء من الداخل أو من الخارج، ولكن في ظل نطاق القانون. وعندنا مبدأ شرعي ومبدأ أيضا دستوري ومبدأ قانوني أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك منهم من يحاكمون الآن، لكن هناك الآلاف من يجاهرون بهذا. يعني نعم. يعني في القانون، عذرا يعني انتم ارباب القانون، في القانون الاعتراف. نعم. هو سيد الأدلة. نعم. يعني معاش في حاجه، يعني معاش طيب. نحن لسنا باي حاجه لاثبات الادانه، ما دام هو طالع بيقول لك انا مع داعش او انا مع اي منظمه ارهابيه او انا مثلا اتعامل مع الدوله الفلانيه او مع المنظمه الفلانيه، مش بحاجه بقى لدليل. لكن لابد احنا خلي بال حضرتك، ما ذكرته حضرتك في المادة 16 ورد على سبيل الحصر ام على سبيل المثال؟ ورد على سبيل الحصر. دكتور سمير تفضل. طبعا الكلام اللي بيقوله معالي المستشار له كل التقدير والاحترام، ولكنه انا ارى ان المادة 16 توسعت في اسقاط الجنسية عن اي مواطن ارتكب جرم ضد مصلحة الدولة أو يهدد أمنها أو اقتصادها أو سياستها الدولية أو الخارجية. مما لا شك فيه النصوص الدستورية اللي على ساحة المستشار دي تتعلق في حقوق المواطن، إنما ما تكلمش عن سلبيات المواطن أو جرائم المواطن. جرائم المواطن نظمها قانون الجنسية في مادته 16 في الفقرة قبل الأخيرة حين لما اتكلم عن إسقاط الجنسية. لما نيجي بقى نشوف الدستور نتكلم بقى على قانون العقوبات. قانون العقوبات بدءا من المادة 86 لحد مادة 102 منه نظم الإرهاب ونظم إسقاط الجنسية عن كل من يحمل هذه الجنسية ويضر بوطنه أو يضر بدولته في الخارج. العناصر اللي موجودة برة
دي موجودة على الشاشات وكلها بنشوفها، بتضر أمن البلد، بتحرض على أعمال العنف وما إلى ما وما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل الدولة. ولكن اللي أنا عايز أقوله سعادتك، أنا بشوف من وجهة نظري في الدعاوى اللي أقمتها ضد هؤلاء الأشخاص وضد هؤلاء المجرمين الإرهابيين اللي بيظهروا على الشاشات جهارا نهارا يسبوا في مصر وفي جيش مصر وفي شعب المصري وفي سياسة مصر، أرى إن لما أرفع الدعاوى بلاقي هيئة قضايا الدولة بتحارب باستماتة لرفض هذه القضايا. لماذا؟ هذا هو السؤال. يعني إذا كان كل ما ذكر في البداية يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون على الشاشات في دول أخرى يحرضون ضد مصر، يحرضون ضد النظام، يثيرون الفتن الطائفية والمذهبية، أو هم يشاركون في مجموعات إرهابية يحرضون على قتل الجيش والشرطة، إذا كان كل هذا لماذا هناك من ما هو موجود في الدولة كما قلت على حضرتك يمنع إسقاط الجنسية عنهم؟ ليه؟ هو اللي انا لاحظته مع كل تقديري واحترامي ان هيئه قضايا الدوله بتعمل جاهده ليه؟ لحمايه ليه؟ هذا الفكر ليه؟ حقوق يعني وكانك تشير، ولكن هذا انسبه لي اليك وليس رايي طبعا، كانك تشير الى ان هيئه قضايا الدوله هناك من يوجد في داخلها لديه ميول اخوانيه او لديه ميول جهاديه او ميول داعشيه او ميول الى مع ارتباطات مع دول اقليميه ومجاوره وهي ضد مصلحه الدوله، وكانك هذا ما تقصد؟ انا لا اقصد كل هذا اللي سعادتك قلته، ولكن انا اؤكد لك ان هيئه قضايا الدوله مخترقه بخلايا إخوانية. أكمل ولكن لما أنا أشوف تصرفات هيئة قضايا الدولة بتؤكد عندي ما يتردد وما ينشر من وجود عناصر داخل هيئة قضايا الدولة. لما أشوف يصدر حكم بإغلاق قناة الجزيرة ولاقي قضايا الدولة بتستأنف الحكم ده وبتطعن عليه في المحكمة الإدارية، طب لصالح مين؟ لصالح قناة هذه الشاشة اللي بتطلع بتعمل برئاسة مين هيئة قضايا الدولة؟ لا مش عارف، ما بهتمش. معالي مستشار الجليل علي زكي سكر، لما شوف رئيس هيئة، لما شوف هيئة قضايا الدولة. هل ممكن لديك شكوك؟ لا انا عايز ارد انا طبعا حضرتك يعني طبعا في كلام كتير كلام كبير يعني هذا الكلام لا يا فندم لا يا فندم وحديلك الدليل حكم يا فندم. لما بتلاقي حضرتك على الاعلام وعلى الهواء برامج بتقول ان في عناصر اخوانيه داخل هيئه قضايا الدوله وهم فلان وفلان وفلان وفلان، لا لا انا طلعت الكلام فعلا باعتبار المتحدث الرسمي باسم الهيئه ردا على هذا، وبزي زينا زي اي جهه او هيئه قضائيه بتعاقب كل من ثبت ان هو تبع قضايا اهل مصر يا فندم في كل الجهات القضائيه. خلي بالك عندي يبقى في عندكم، عايز اقول لحضرتك من قال لا، انا بقول لحضرتك طبعاً. كل الجهات والهيئات القضائيه كل الجهات طب انا بتعاقب من لديهم ممن نسب اليه اتهام انه طبعاً. من قضاء من اجل مصر او سهل انا هكمل الوقعه ليس لدينا من اختيار. سياده المستشار اتفضل يا فندم. طب ما هو التبرير اذا يعني اليوم عندما يقول الدكتور صبري انه تعمل هيئه قضايا الدوله جاهده لاستئناف او لاسقاط كل القضايا المرفوعه ضد هؤلاء الاشخاص، وما هو التبرير؟ ما هي التكمله؟ لا اقول التبرير طيب لا انا اكمل عشان تبرر حضرتك عشان تبرر اتفضل. انا رفعت دعوه باعتبار حماس منظمه ارهابيه استأنفوا صدر حكم ضدي، لا هو في القانون ما يعتبرش ضدي لان قضي فيها بعدم الاختصاص. نعم وتنازلت عن الحكم. لا لا يا فندم دي القضيه الاولى. وبعدين حصلت وقعه سينا وقتل 32 ثم 22 جندي فاقمت الدعوه من جديد خالص غير اللي هي صدر فيها حكم بعدم اختصاص. انا فوجئت بهيئه قضايا الدوله
عامله استئناف في منتهى القوه في القضيه اللي انا خسرتها اللي انا ما استئنفتهاش. قال لك مين قال ان انت مش مختص؟ انت مختص وانت اللي تحكم باعتبارها جماعه ارهابيه. دي قتلت ولادنا واقتحمت سجن وادي النطرون وعناصر واستعانت بعناصر واللي واللي تمام. قالوا الكلام ده في منتهى الجمال. قالوا كلام حلو. جيت انا لما رفعت القضيه الثانيه حضروا وانضموا ليا في كل طلباتي وقالوا ان احنا فعلا بننضم وبنطلب صدور الحكم باعتبار حماس منظمه ارهابيه. طيب احلى واجب. وده عمل المواطن والمواطن الشريف وقالوا كلام فيا شعر في مذكره قدمت في محضر الكلسة وقضي باعتبار حماس ارهابيه. خلاص انا فوجئت بعد كده باستئناف على حكم هم اقروا بيه، هم اللي قالوا احنا عايزينها ارهابيه، عملوا استئناف. قالك ازاي القاضي ده بيحكم وانت مش مختص ولا سلطه ليك ولا تقدر تعمل الحكم ده خطا وغير مطابق للقانون ودي من اعمال السياده. انا اتنزلت عن الحكم مش عشان الاستئناف، لان الاستئناف قانون مردود عليه ومش هينفع، ولكن انا لاسباب اخرى. لما نيجي نشوف، طيب انا لما خدت الحكم بتاع حظر انشطه حماس شفتكم ساكتين. لما خدنا حكم باعتبار حماس باعتبار قتائب القسام تخضع للكيانات للجماعات الارهابيه شفتكم ساكتين. لما انا خدت الحكم باعتبار الاخوان جماعه اخوانيه شفتكم ساكتين، ما كلمتونيش في اعمال السياده، ما كلمتونيش في ان القاضي اللي حكم بكده غير مختص، ما حدش اتكلم في الكلام ده، بل احلى من كده انضموا ليا. أنا رفعت دعوة باعتبار قطر وتركيا داعمة الإرهاب انضموا ليا وقدموا بس هما محامين عن الدولة والدولة هي اللي تقدر ال لا أنا اتفضل. طب انضموا الموضوعات كثرت فمحتاجة بس أنا اتفضل يا فندم وأنا هسكت. معالي الدكتور، مع كامل الاحترام والتقدير ليه، مسألة إنه نشير إلى إن إحنا عندنا إخوان وإحنا بندافع عن إخواننا، نحن لا ندافع إلا لما هو يحقق مصلحة الشعب المصري. مالناش مصلحة مع أي فئة أو طائفة، وخصوصا إن إحنا هاجمنا الإخوان وانضمينا لإخواننا في من رجال القضاء، وكان في المؤتمر اللي اتعمل في عز ما كان الدكتور مرسي الرئيس الأسبق كان موجود في السلطة، ودي مسألة مش محتاجة إن إحنا يعني نساوم فيها. لكن ردا على الجزئية سريعا، بدور رئيس أسبق أو معزول او المعزول ما تفرقش، المهم الشعب المصري قام بثورته وعزله، اعتبره معزول، اعتبره المهم ان هو كان رئيسا لمصر، زي ما بنحترم برضه الدكتور الرئيس حسني مبارك الاسبق ايضا، انما هو مش مساله اكثر منه ان الشعب قال كلمته فالكل لابد ان يحترم. نحن لا نحترم بس حسني مبارك الفساد والبلاوي اللي احنا بنشوفه، ولا نحترم، انا ما بتكلمش في السياسه، ولا يعني نحترم اسمحي. ولا نحترم محمد مرسي اللي حضرتك بتقول السائل الرئيس السابق او الاسبق. محمد مرسي هو كان متخابرا ودمر البلد هو وجماعته. انا لا اعرف بالسياسه ولا يجوز ان انا اتحاور، هذا الذي نتحاور فيه من انا بتكلم في القانون. انا بتكلم في قانون شعبك استاذنا، فلا تجرني الى مسائل سياسيه انا مش شغلتي ولا اعمل بها ولا يجوز لي ان اعمل بها باعتبار الرجل القضاء. وبالتالي بعد اذن حضرتك، رقم واحد، كل ما قاله الدكتور سمير صحيح الا نقطه واحده. لماذا تغير موقف هيئه قضايا الدوله حينما بعد الانضمام لسعادتك في موضوع حماس ارهابيه؟ ليه تغير الموقف وطعن على هذا الحكم؟ لانه صدر قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اوكل تحديد الجماعه الارهابيه، وانك سواء كانت جماعه او كيان او فرد ارهابي للنيابه العامه ولدوائر جنائيه خاصه في محكمه النقد. اذا اصبح صاحب الاختصاص اللي يقول دي جماعه ارهابيه او لا هي ما نص عليه القانون، فنحن نحترم القانون. القانون ده طلع امتى؟ طلع بعد اما اتحجزت الدعوه للحكم، فصدر الحكم فاضطرينا ان احنا نطعن عليه حتى لا يصدر حكم من جهه قضائيه غير مخوله. دعونا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعه هذه الفقره. ما هي مصلحة هيئة قضايا الدولة في أن تسقط جنسيتهم أو لا تسقط؟ هم هيرجعوا للحكم يعني تاني؟
طعنت في الحكم بتاع قناة الجزيرة. نعم. ليه ما طعنتليش في حكم قناة رابعة؟ طب ما هي الاتنين واحد، ما رابعة زي الجزيرة. أنا شايف بلدي بتتدمر وانت قاعدين الحكومة أو الوزارة ما بتعملش حاجة، ما فيش قرار بيتاخد لمعاقبة أمثال المجرمين. أنا زي أي مواطن مصري، لكن أنا عندي قانون بيحكمني لازم حالة من الحالات دي تتوافر فيه. هيئة قضايا الدولة لا تسعى إلا لمصلحة الشعب المصري. أسمع كلامك يعجبني، أشوف أعمالك استغرب. أهلا بكم من جديد، نعود لمتابعة هذه الفقرة مع ضيوفي حول موضوع لماذا لا تسحب الجنسية ممن هم اليوم أو يعتبرون يعملون لحساب دول أخرى أو منظمات إرهابية خارجة عن القانون، ويحرضون على مصر ويدعون إلى فتن وإلى حروب وإلى قتل الجيش والشرطة وإلى ما شابه. مع ضيوفي الدكتور سمير صبري وسعادة المستشار سامح سعيد. معلش معالي الدكتور، ذكر كذا حاجة ورا بعض، اسمح لي ان ارد عليها حتى نضع الامور في نصابها. جزئية الاخرى، احنا بنستميت علشان ما نسقطش الجنسية عن الاخوان اللي هو سيادة الدكتور رافع ضدهم، ما هي مصلحة هيئة قضايا الدولة في ان يعني ان تسقط جنسيتهم او لا تسقط، وما هيرجعوا للحكم يعني تاني؟ لا طبعا، الشعب قال كلمته وانتهت المسألة بعد 30 يونيو. لكن احنا بنتحدث على دفوع قانونية. لما نيجي نتحدث، حضرتك انا رفعت عليك دعوة وحضرتك مالكش صفة في هذه الدعوة، عايز اطردك من شقة مثلا مع الفارق في التشبيه، لكن حضرتك مش مقيم في الشقة دي اصلا، يبقى حضرتك ليك صفة؟ انا مش مالك للشقة اللي حضرتك بتستأجرها، واجي ارفع دعوة انا مش مالك واقولك اطلع من الشقة بتاعتي، انا ماليش صفة. إذن شرط الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات المستبدلة بقانون 18-81 لسنة، يعني الصفة مناطة بالدولة المصرية وبالحكومة المصرية. النقطة الأخرى، قانون الجنسية هو اللي حدد يا فندم من هو صاحب الصفة. ثانيا، الدعاوى جميعها التي رفعت من معالي الدكتور كلها رفعت، هل له صفة؟ له مصلحة شخصية ومباشرة؟ لا، طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي استقرت في هذا الصدد. كذلك لما نيجي نقول هل في قرار إداري سلبي فعلا بامتناع مجلس الوزراء عن إسقاط الجنسية عن هؤلاء، أنا بتكلم قانون لا أتحدث عن أشخاص، لا يعنيني هذا. ولذلك لو رجعت بس الحاجة بسيطة أو سعادتك بتذكر صدر المادة 16 من قانون الجنسية المصري بيقولي يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسيه المصريه عن كل من يتمتع بها في اي حاله من الاحوال 1-2-3-4 لغايه 7. اذا توفرت حاله من الحالات دي، حاله واحده فورا، امتى تتوافر؟ فورا لابد من اسقاط الجنسيه ومجلس الوزراء. هل مجلس الوزراء متواطئ مع الاخوان مش عايز يسقط الجنسيه؟ طب ماشي، احنا بتدعوا هيئه قضايا الدوله هي اللي بتدافع عنهم، طب مجلس الوزراء مش قادر يستغل؟ بيدعي مش بيدعي، لا يعني ما صدر في هذا المكان. هل مجلس الوزراء هو كمان متواطئ؟ لا، في القضاء بتحاسبوا على الكلمه، لازم نمشي معاكم مع كامل الاحترام. ولذلك هل مجلس الوزراء هو كمان عايز؟ لا طبعا، لكن مجلس الوزراء لازم يطلع قرار مسبب، يبقى مسبب، يبقى هيقول اسند اليه طبقا لنص الماده 16 البند 1 أو 2 أو 3 لغايه 7. جريمه من جرائم الورده هنا اللي تسقط الجنسيه وتبيح له اسقاط الجنسيه، من الذي عليه عبء الاثبات؟ المدعي. انا بقول لحضرتك، انت حضرتك بتقول لي ان انا متخابر، خلاص خليها عليا انا، ان انا متخابر مع دوله اجنبيه بغرض اسقاط الدوله المصريه مثلا حاله من الحالات، هل يؤخذ الناس باقوالهم؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كل واحد مننا اخذ ولا ادعى اقوام دماء ناس واموالهم. ولذلك البينه على المدعي واليمين على من انكر. اذا اثبت معالي الدكتور ان لكل واحد منهم، طبعا هو سهل جدا الرد، ده بيطلع في قناه فلانيه بيقول كذا وقناه كذا بيقول كذا، وليكن، خلاص قدم والمحكمه هي وشأنها في حكمها. يعني باختصار، يعني انا اللي فهمته باختصار من سيادة المستشار انه
نحن كجهاز قانوني قضائي نقرأ في القانون ولا نقرأ في العواطف. بالضبط. يعني أنا أقرأ اثبت. يعني أنا أقرأ فيما ينصه القانون أمامي ولا أقرأ بما تقتضيه عواطفي أو ميولي السياسية. بالضبط. أو حتى الوحدة. شرط الصفة عليك أن تثبت. أي فعندما هتكلم فيها شرط الصفة اللي تحدث عنه معالي المستشار، أين كنتم في هذا الحديث في الدعاوى التي صدرت فيها؟ أو أوضح سيادة المستشار إنه هذا حصل بعدما صدر قرار سيادة الرئيس بأن يحول هذه يعني هذه القضية إلى جهة اختصاصية مختصة دون سواها. خلاص. يعني ما كان قبل ذلك لا يجوز. لا يا فندم، أنا هنا أنا ما كنتش بتكلم على كيانات إرهابية، لما هم هنتكلم على شرط الصفة مجرد. أنت مين وجاي ليه وإيه مصلحتك؟ ده الكلام بالأبسط. هو مع كامل الاحترام والتقدير لسعادتك، هو الموضوع لا عشان ما حدش يعني ليس شخصيا ان دي لا ده كلام الاحترام والتقدير طبعا. الصفة والمصلحة. انا بتكلم كلام قانوني عشان ما حدش يفهمها خطا يعني. فانت لم تتحدث معي في دعاوى سابقة صدرت فيها احكام عن شرط الصفة، انت شفت الصفة دلوقتي لانه حددت الصفة يا استاذ سمير، مش في الجزئية دي. يعني لما تحدد القانون الذي اصدره فخامة الرئيس حدد من له الصفة والنائب العام المادة لا يا فندم لا 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 طب هكمل حضرتك. اتفضل. المادة 109 مدتني الصفة. المادة من الدستور. المادة 25 اجراءات جنائية اديتني الصفة ان انا اروح ابلغ على اشوفه والا احاكم باعتباري عالم ولم يبلغ. مظبوط. دي هتبلغ مين ساعتها؟ كانت القاهره الامور تمام. انا ما بتكلمش في ده، بتكلم في الجنسيه. بتكلم في الجنسيه. اصبح النهارده مجلس الوزراء اذا تقاعست جهه الاداره عن اصدار قرار فمن حقي ان انا الجا للقضاء لالغاء قرارها السلبي بالامتناع عن اصدار قرار. ده حق من حقوقي. نعم. شرط المصلحة متوافر في كل القضايا. انا مواطن. نعم. انا مواطن، انا مش برفع عليك القضية بصفتي محامي موكل عن عبدالله ومصطفى وهم مواطنين، انا برفعها باعتباري مواطن مصري توافرت فيا شرط المصلحة. انا شايف بلدي بتتدمر وانت قاعدين الحكومة او الوزارة ما بتعملش حاجة، ما بتاخدش قرارات، ما فيش قرار بيتاخد لمعاقبة امثال المجرمين. لما بنرفع قضايا اغلاق القنوات اللي بتحرض ضد مصر ما بنلاقيش حد بيساعدنا، بنقعد نجري لحد ما ناخد احكام. ولكن هكمل جزئية، هذا القرار غلط القناة، ده قرار إداري وعملته فرنسا وعملته إيطاليا في إغلاق قنوات. اليوم لدى سيادة المستشار يعني ردود كانت واضحة ومقنعة، ولدى حضرتك كمان تساؤل يطرحه كل إنسان اليوم. نعم، لماذا لم ينفذ حتى اليوم ولا قرار واحد بسحب جنسية من شخص أساء إلى مصر أو أمن مصر أو مصلحة مصر بشكل أساسي، إن كان إعلاميا، إن كان دينيا، إن كان سياسيا، إن كان أمنيا، أو كان اقتصاديا، أو بأي قضية أخرى. يعني هذا ما يثير الشك. يعني إنه بلاش لفظ الشك، لأن الشك يعني هتثير ريبة لجهات وهيئات قضائية، مع احترامي الكامل طبعا، لكن احنا مش بنشك في رجال القضاء. بلاش لفظ الشك علشان المواطن المصري كفانا. نعم. تشكيك في كل حاجه. لا نحن يعني لا نتكلم مش حضرتك طبعا. لا عفوا، نحن لا نتكلم عن القضاء. نعم، نحن نتكلم عن الجهات الاداريه التي حتى هذه الساعه لم تنفذ او لم تتقدم امام القضاء بتنفيذ سحب جنسيه. لم يصدر حكم واحد من اي جهه قضائيه، والعالم معالي الدكتور يؤكد هذا. ليه؟ لم يصدر حكم يا فندم، لم يصدر حكم بسحب الجنسيه وتمتنع الجهات الاداريه، يبقى لينا الكلام. ادي نقطه. النقطه الثانيه، احنا لسه بنقول جوهر الموضوع كله البين على مدعي واليمين على من انكر. يا فندم انا عندي مش قوالي. لازم يرفع حد قضيه يا سياده المستشار يا فندم. لحظه، لا مش لازم يرفع قضيه، ده ممكن مش لازم يكون في جهه لازم ترفع قضيه. لا يا فندم، لا من صلاحيات جهه الاداره. بالضبط. ومن صلاحيات وزير الداخليه. بالضبط. حينما يكون لدى مجلس الوزراء اللي هو المختص باسقاط الجنسيه ادله على ان فلان ارتكب اي من الحالات الوارده في الماده 16. الجهات الاداريه ما تقدمتش بحاجه زي دي ليه؟ لما عشان ما بتشوفش الناس عملت ايه. لما يتوفر لها الادله. مشغولين سمحت.
تحتل عشان احنا لما بنلاقيه ده لما يتوفر لها الادله كمان ما هو لازم علامه استفهام. انت عارف معنى كده حضرتك ايه لو عايز تفتح الباب كده على مصراعيه؟ انت عارف معناها ايه؟ دي مش ضمانه، ده انت كده بتهدر الضمانات اللي انا قلتها في بدايه الحلقه في بدايه حوارنا. ايه هي الضمانات الدستوريه دي؟ لو كل واحد هيجي يقول لو يعطى الناس بمجرد اقوالهم لدعوا ناس دماء وناس واموالهم، يعني معنى كده ان حضرتك عايز تخلي مساله اسقاط الجنسيه لعبه في ايد الجهه الاداريه ان هي تبقى سهله بمجرد بس واحد طلع شتم مش عارف ايه اسقط عنه الجنسيه. نحن نتكلم وفقا للقانون وللاثباتات وللادله. الاثباتات اذا توافرت لمجلس الوزراء، بمعنى ايه اثباتات؟ مش اي اثباتات، يقول لك ما هو بيشتم، طب هات لي كلمه اللي بيشتم في قناه من القنوات. على فكره ده مش دفاعا عنهم، انا زي اي مواطن مصري، لكن انا عندي قانون بيحكمني لازم حاله من الحالات دي تتوافر فيه، من ضمن الحالات دي السب والقذف. مفيش التحريض. التحريض ماشي، حطها لي عظيم، حطها لي في قالب وقدمه لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء مش هيقبل، ومجلس الوزراء عجيز مش شايف اللي بيحصل. اي تخابر مستنيني انا اروح له. هو له المستشار له الدليل. التخابر جزئيه، التخابر تقدر تثبته؟ موجود عندك دليل على التخابر؟ اثبت على الرئيس الاسبق محمد مرسي او لم يثبت؟ عظيم. محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي فين دلوقتي يا فندم؟ هو في السجن بس بأي تهمة؟ لا مش في السجن، هو تحت محاكمة. نعم. يعني صدر ضد حكم، ولكن لابد أن يصدر ضد حكم. صدر حكم 20 سنة يا فندم، ده أنت لسه بتتكلم على الحكم بتاع أول امبارح. ما هو الحكم النهائي وبات يا دكتور، ولكن هل هناك قضية؟ الحكم النهائي لابد أن يعتد به أن يكون نهائي وبات مستثمر. سيادة المستشار، ولكن هل هناك من ضمن القضايا المرفوعة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي قضية إسقاط الجنسية المصرية عنه؟ من ضمن القضايا؟ لا مفيش من ضمن القضايا، اعتقد ساعتها ما رفعتش رفعت ضده. لا انا لا مش هو، عم بحكي كاداره كالجهات الاداريه. اذا بص اقرا الماده 16 ثالث مره هتلاقي بتقول لك اذا كان صدر ضده حكم جنائي. حكم جنائي يعني ايه؟ واستاذنا ياكد على كلامي ده. حكم نهائي باب، نهائي باب يعني ايه؟ غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. يعني ده الحكم، ده الحكم الجنائي. لا يا فندم، ده المقصود في الماده. لا يا فندم، هو جه بعد كده. ايوه ما قالكش ان يكون هناك حكم اذا ثبت. ايوه، هو ما شرحش اذا اتصف في اي وقت من الاوقات بالصهيونيه. لا بالصهيونيه. لا لا، اذا عمل لمصلحه دوله او حكومه اجنبيه وهي في حاله حرب مع مصر. مظبوط. فين حاله الحرب دي؟ قايمه. فين حاله الحرب يا دكتور؟ احنا في حاله حرب ما بيننا وبين قطر، احنا بتتقتل ولادنا بتمويل قطر وتمويل حلول. انا في حاله حرب. اثبت يا فندم. واضحه يا فندم، واضحه يا فندم. في حاله حرب، انت في حرب بيننا وبين قطر يا دكتور؟ لا يا توني بيه. طبعا هو في حاله حرب بيننا وبينهم. من في حرب سياسية بيننا وبين سفير مصر في قطر. في سفير مصر في قطر. حالة حرب دي مصنفة في القانون الدولي. لا لا، في سفير مصر في قطر؟ ما اعرفش والله. لا، في سفير مصري في قطر يا فندم. ما فيش في سفير قطري يتواصل على بعضهم. تمام، يعني ما فيش قطع علاقه، ولذلك الماده 16 ذكرت الحاله دي اذا كان في قطع علاقات دبلوماسيه بيننا وبين الدوله. تمام. اللي هو بيتعاون معاها اللي بعديها. ماشي، انا معاك. اذا كانت اقامته العاديه في الخارج وانضم الى هيئه اجنبيه من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للدوله بالقوه او باي وسيله من الوسائل غير مشروعه، دي لوحدها عايزه اثباتات. واللي بعديها اللي قبلها بقى انا ماشي بالضبط. هو لما يطلع في التلفزيون يا فندم يحرض ويبعت رسائل دي كلها ما تعتبرش جرائم بترتكب؟ هل معنى ذلك ان انا اطلع على شاشه التلفزيون واقول ما شئت ضد الدوله وضد النظام لا احاكم؟ الصبح يبقى مقبوض عليا والامن العام قبض عليا وبيحن لنيابه الامن الدوله العليا. الكلام ده مش منطقي. ليه؟ لان حضرتك عملت البينه والادعاء وعليك انت تثبتها. افتح التلفزيون اتفرج، هتقول لي مجلس. طب ما اسقط الجنسيه من مواطن مصري لسه من قيمه شهرين. انا ما بتكلمش على القضاء، انا بتكلم على مجلس الوزراء. نعم. والامن العام ما بيشتغل على التلفزيون. انا اي مواطن مصري اسقط؟ مواطن اسقط الجنسيه عنه من قيمه شهرين. ليه؟ لا مش عارف. بس هو صدر قرار من مجلس بالظبط. ارجع لقرار هتلاقيه مسبب الماده 16 اللي قالت كده. تمام، اوكي ماشي. في جزئيه معلش اذا سمحتوا لي. ايوه. ردا على الجزئيه اللي عملت اشكال عند البعض، انه انتوا ليه قناه الجزيره طعنتوا على الحكم بتاعته عايزينها ترجع؟ طيب رقم واحد، قناه الجزيره لا تبث من مصر اصلا، يعني مدينه الانتاج ولا تبث من مصر اصلا. فصدر الحكم
أي مكان له كامل الاحترام من مجلس الدولة ولقضاة مجلس الدولة الأجلاء. نحترم أحكام القضاء لا حجيتها ما لم تلغى. عظيم. لما يصدر الحكم بوقف البث ضد مين؟ رئيس مجلس الوزراء وضد الهيئة العامة للاستثمار وضد مدينة الإنتاج الإعلامي. جميل. عظيم. التلاتة دول وسعادتك أستاذنا صدر الحكم وهو واجب النفاذ. يعني إذا حضرتك ملزم بيه طالما اسمك في الحكم. أمين. سواء بشخصك أو بصفتك. رئيس الوزراء لا يمثل لا الهيئة العامة للاستثمار ولا يمثل مدينة الإنتاج. لما يجي بعد كده واجي أطعن، أنا بقول إيه في الطعن؟ إن يقرأ الطعن اللي إحنا طعناه. إحنا بنستند على سبب، مش بقول إلغي الحكم كله وخليها والنبي ترجع، لا خالص. أنا بقول رئيس مجلس، وده الدفع بهذا الدفع، مش كان لأول مرة بنطعن، لا، دفع أمام محكمة القضاء الإداري قبل أن تصدر هذا الحكم بعدم قبول الدعوة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لدولة رئيس مجلس الوزراء، لأنه ملوش صفة يا فندم. أنت هتطلع حكم وعايزنا ننفذه وأنا مش مختص، ده قانون، أنا بتكلم قانون. ولذلك لما طعنا قلنا مش إلغاء الحكم كله ورجعوها، لا، إحنا قلنا إلغاء الحكم فيما يتعلق بإلزام رئيس مجلس الوزراء مصر بتنفيذ هذا الحكم لأنه مش اختصاصه. جميل. زائد ما طعنتش ليه على الحكم اللي أنا واخده بتاع إغلاق قناة رابعة؟ ده امتى حضرتك؟ ده مش امتى، ده حكم نهائي وراعت مواعيد الطعون وقضايا الدوله معلنه وفيها برضه رئيس مجلس الوزراء. ضد مين يا فندم؟ صدر ضد رئيس مهمة. لا بتبث منين رابعه؟ مش من مصر ولا من الخارج؟ من اي حته. لا ما بتبث من الخارج. بتبث من الخارج يا فندم زي الجزيره. ما طعنتش ليه على الحكم بتاع رابعه؟ عايز اسال حضرتك سؤال. اذا كانت مصلحتك ومصلحه الدوله المصريه واحده في انك تغلق ما يثير الفتن في داخل الدولة المصرية، مش هي دي مصلحتي ومصلحتك كهيئة قضايا الدولة التي تنوب عن الدولة المصرية وحضرتك كمواطن مصري؟ يا معلم الشار، اللي انت بتقوله كلام حلو جدا، بس خلينا في الجزئية دي. أنا معك. انت طعنت في الحكم بتاع قناة الجزيرة. نعم. ليه ما طعنتليش في حكم قناة رابعة؟ انا عايز التفسير. أنا ده هو ده اللي مجنني. انا معلش انا اقول لك ليه، لان انا اعرف الكواليس بتاعت او الحكم اللي طلع بتاع قناة الجزيرة. انا معرفش الحكم بتاع حضرتك صدر بايه او ايه تفاصيله. ما انت مختصم فيه من اول. احنا على فكرة كنا جايين نتكلم في الجنسية، انت دخلت. لا 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 حضرتك. انا ما فيش مشكلة. لا لا بس انا اقول لحضرتك، انا ما حبش اتكلم الا لما يكون انا بتكلم عن حاجة عارفها. تمام. علشان لما اقول حاجة انا بأمثل هيئة قضائية، لابد ان يكون كلامي من غير كي لا ندخل في متاهات. نحن أتمنى هذا. أنا أتشكر حضورك. هذا شرف لي. شرف لي أنك شكرا. شرفني في هذه الفقرة. أشكرك يا دكتور. أيضا شكرا. يعني إذا بدنا نناقش لك كل الدعاوي اللي أنت مقدمها بدنا لا أنت مسلسلات طويلة. لا حضرتك، أنا ببقى حقيقة حزين حزين لما بلاقي حرب، والحرب متضاربة، مرة معاك ومرة ضدك ومرة عليك ومرة هنحضر ومرة مش هنحضر ومرة هنطعن وفي دي مش هنطعن. طب ما هي الاثنين واحد، ما رابعة زي الجزيرة. من الحكم يعني عارف هو اللي بيقلي. احنا لو طعنا ساعتك هتزعل. بخلاف مش كده برضه؟ لا يا فندم. لا لا هنطعن مش عادي. بخلاف ما بيمشي مش عادي. ما بيمشي بيتكلم ويطلع واحد زي وليد شرابي يبتدي يتحدث ويصدر بيانات، ما حدش بيرد على الكلام ده. ولما تيجي تتكلم على بيان صادر من هيئة قضايا الدولة يقول لك الأزهر مش مختص، ماليش دعوة بيه. أنا بيان يا فندم. في بيانين اتقال في المحكمة الكلام ده سعادتك. بيان إيه يا فندم؟ بيان عندي كل الكلام ده صراحة. أنا يعني طالع متحدث. هنرجع نفتح الحلقة وفي أنا تحت أمرك يعني. شكرا. بس أنا أتمنى في عجالة سريعة، أنا عايز أؤكد لحضرتك وأؤكد للشعب المصري كله أن هيئة قضايا الدولة لا تسعى إلا لمصلحة الشعب المصري. كون اختلفت التباين في المواقف أحيانا قد يظهر هذا من ظاهر القول، لكن أنا وضحت لحضرتك في قرار من رئيس الجمهورية طلع صحيح. إن المختص هو النيابة العامة والنائب العام. أسمع كلامك يعجبني، أشوف أعمالك استغرب. لا أنت ليك النتائج بقى. أنت عليك تستغرب. رأينا رأينا بعض الإيه؟ طبعا قضاء بس طبعا. وفي الأول وفي الآخر أنت تسعى لمصلحة الشعب المصري ونحن نسعى والقضاء لنا جميعا والحق قضاء والتقاضي مكفول لجميع. شكرا لك دكتور. عفوا. شكرا لك. أشكرك يا فندم. ما هو التالي ونتابع. أكثر من 10 أعوام وسيناء تعاني من الإرهاب الذي كان يتخذ أشكالا متعددة. عندما استلم الرئيس محمد مرسي الحكم وافرج عن مجموعه كبيره، قال لهم كلمتين: مش عاوز اشوفكم هنا، روحوا في سيناء.
القوات المسلحة المصرية قادرة على اجتياح سيناء في عدة أسابيع وتقسيمها لمربعات وتنظيفها تنظيف كامل. إن مسببات نصر أكتوبر 5 أشياء، واحد من الخمسة دول مجهود ابناء سيناء. لم نبخل قوات المسلحة بشيء، نحن السند الأول لقوات المسلحة على مر العصور، ولا يجب التهاون بالقبائل. أهلا بكم. أكثر من 10 أعوام وسيناء تعاني من الإرهاب الذي كان يتخذ أشكالا متعددة، انفجارات واعتداءات على قوات الجيش والشرطة وأهالي سيناء وقبائلها والمنشآت السياحية والحكومية. لكن مؤخرا قرر مجلس قبائل سيناء ألا يكتفي بمتابعة الحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب، وأعلنوا المشاركة في مطاردة المتطرفين إلى جانب قوات الأمن، وهو ما يطرح أسئلة كثيرة بخصوص التوقيت وكيفية مشاركة المدنيين فيها، إلى جانب طبيعة العدو الذي يحاول اختطاف هذه القطعة العزيزة على قلب كل عربي ومصري. نستضيف في هذه الفقرة الشيخ عيسى الخرافين رئيس مجلس قبائل سيناء، كما سيكون معنا أيضا الخبير الأمني سيادة اللواء عبد الرحيم سيد. لكن أولا دعونا نتوقف مع تقرير يشرح كل التفاصيل. منذ فترة أعلنت القبائل البدوية شنها العديد من الهجمات ضد معاقل التكفيريين في شمال سيناء، وذلك في أعقاب استهداف تنظيم بيت المقدس لعدد من أبناء وشيوخ شمال سيناء. وقامت هذه القبائل بمطاردة العناصر الإرهابية ونجحوا بالفعل في القبض على عدد منهم. بالنسبة للقبائل بتوع سيناء والحتة دي، طبعا الجيش ما يعرفش الخبايا بتاعت الطرق والحاجات دي، فالمفروض اللي هم يبقوا معهم الأسلحة ومعهم الحاجات الإمكانيات اللي هم يساعدوا الجيش بيها. هم لو كانوا عايزين يساعدوا الجيش فهم يساعدون بمعلومات، لو شافوا حاجة، شافوا إرهابي، شافوا حاجة بلغوا الجيش، لكن الجيش هو أولى إن هو يشيل السلاح، وإن الجيش المصري إن شاء الله رب العالمين هيطلع الإرهاب من مصر. لا أنا مش معاه، أنا ضده، لأن لو كل واحد بيجي معاه سلاح البلد هتبوظ. لا طبعا، هو في عندنا سلطة شرعية بس هي قانونا وشرعا في البلاد كلها اللي تحمل السلاح، هي بس الجيش والشرطة. اي حد تاني طبعا بيبقى مخالف للقانون ويعتبر كمان ارهابي. قبائل سيناء تساعد، يعني تساعد مع الجيش، انما انها تشيل سلاح او هي انها تعمل اي تصرف بالسلاح لا. ورغم الاشادات الواسعه بموقف القبائل السيناويه في دعم وطنهم في حربه ضد الارهاب، لكن هذا طرح ايضا علامات استفهام كثيره حول تاخر هذه الخطوه من ناحيه، الى جانب قلق البعض من تحول القبائل الى ميليشيات مسلحه بشكل يتعارض مع سيادة الدولة، بالإضافة لإمكانية أن تتأثر العمليات العسكرية ضد الإرهابيين سلبا مع تدخل المدنيين على خط المواجهة. شيخ عيسى مساء الخير. مساء الورد. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة اللواء، مساء الخير. أهلا وسهلا بيك فندم. يعني النهاردة نحن قدام مشكلة، يعني قبل ما نبتدي بالمشكلة سيادة اللواء قلت لي قبل ما نبدأ لازم أعمل شرح صغير للمشكلة إيه هي علشان نقدر نخش بعدها في الحلول المقترحة أو في الوضع القائم. فضل. في الواقع مشكلة سيناء هي المشكلة الأساسية دلوقتي اللي احنا الدولة بتتصدر ليها بقوتها. وعايز أقول في البداية من ناحية العسكرية أن القوات المسلحة المصرية قادرة على اجتياح سيناء في عدة أسابيع وتقسيمها لمربعات وتنظيفها تنظيف كامل، لكن المشكلة ان احنا بنتعامل مع مدنيين، ودي المشكلة. زي الجراح اللي هو بيستأصل الورم، فلابد يبقى حريص على البريء، الانسان البريء، المدنيين. وهي دي المشكلة اللي القوات المسلحة المصرية ما بتتعاملش مع عدو في ارض عدو او ارض محتلة، بتتعامل مع شعب مصر في سيناء. من خلال كده عايز اقول بس ان مشكله سيناء دي بدات من سنه 67. قبل ما نفوت على المشكله، برايك سياده اللواء اليس هذا مبرر ان يتدخل المدنيين
للمساعدة في هذا الموضوع؟ يعني المدني الذي يعيش داخل هذه المناطق أو داخل هذه القرى إذا ساعد القوات النظامية والجيش يعني هو حيعرف الناس دول ساكنين فين، هم مين، حيوفروا على يعني حيوفروا على الجيش وحيوفروا على المدنيين خسائر إذا هم تعاملوا معاهم في السلاح. المشكلة فين في ده؟ هو الحقيقة فعلا ده يعتبر عنصر أساسي وضروري جدا، لأن احنا بنتعامل مع مدنيين، بنتعامل مع شعب مصر، فمحتاجين شعب مصر يساعدنا في الإرشاد والتعاون، سواء التعاون المعلوماتي أو التعاون اللوجستي بشكل أو بآخر. لكن عسكريا لا، لا هو لو هو اصله مساعدته لينا بالمعلومات، قوات مسلحه عندها كافة انه يحمل أسلحة. انه يحمل سلاح ويضرب على الارهابيين بالنسبه لابد تكون المواضيع محسومه وما تكونش منظمه، ما يبقاش ممكن يضرب بعشوائيه يصيب مدنيين، لكن احنا بنتعامل باحتراف، العسكريين محترفين في التعامل، مين يضرب ومين ما يضربش، قلت لك زي الجراحه. فانا مش المفروض ان هو يتعاون معايا بالمعلومات او بال ب ب ب ب او ب باي انواع التعاون كلها، لكن ما يشتركش ان هو الا عن طريق القوات المسلحه. يعني احنا مش بنسمح الا عن طريق الاجهزه الرسميه، عشان ما يبقاش العمليه ان هو يدعي ان هو بيساعدنا وممكن يسبب ممكن يتطاول على ناس بريئه او كده، صحيح، فتبقى مشكله. يعني يبقى تعاونه معانا او التحاقه بالقوات المسلحه هو ده وسيله تعاونه معانا، لكن هو بنفسه يتصدر الا اذا كان بيدافع عن نفسه. يعني اذا كان في حاله ضروره وفي هجوم عليه من ارهابيين مثلا، فمن حقه الدفاع الشرعي عن نفسه، ده القانون المصري بيؤكده وبيديله الحق ده ان هو يتعامل بنفس القوة وبنفس القدر. بس خليني اسأل الشيخ عيسى، برحب فيك مرة جديدة شيخ. انت ميال لأي وجهة نظر، وخصوصا انه حضرتك مناضل ومقاوم وتعرضت لإصابة يعني 5 رصاصات من ارهابيين، يعني حضرتك من الاشخاص اللي كانوا في المواجهة المباشرة أبطال مع الارهاب، من الابطال يعني في الميدان. انت ميال الى اي وجهة نظر؟ ميال الى انك تحمل السلاح انت وناسك واهلك وتنزلوا جنبا الى جنب مع الجيش تقاتلوا ضد الارهابيين، او تكتفوا بس فقط باللي قالوا سيادة اللواء بتمويل الجيش المصري بالمعلومات اللوجستية والمساعدة اللوجستية من أجل مواجهة هؤلاء الإرهابيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إحنا كنا عنصر مساعد لقواتنا المسلحة من عام 67. نعم. عندما انخرطت شباب سيناء في العمل الاستخباراتي لجمع المعلومات عن العدو وكسب وجهة النظر على سبيل أن يكون العدو أمام قواتنا المسلحة كتابا مفتوحا، ولم نبخل إلى أن قامت حرب أكتوبر، وفي ذلك الأوان عندما أتى الرئيس السادات لاستلام مدينة العريش في 79، وكان معاه وزير الدفاع كمال حسن علي، اجتمع كمال حسن علي بالمشايخ وألقى فيهم خطاب ما زال أثره العظيم في نفوس المواطنين إلى يومنا هذا، لأنه أنصفهم وأعطاهم إنصافا شديد. إن مسببات نصر أكتوبر 5 أشياء، 1 من 5 دول مجهود ابناء سيناء، وهذا بالنسبة لنا نحن ابناء سيناء فخر وكرامة كبيرة. عندما شعرنا أننا ساهمنا في نصر أكتوبر 20%، ونحن أفراد عزل وتحت الاحتلال، ولكن لم نبخل في جمع المعلومات لقوات المسلحة، فجاه التحرير وجاه السلام الحمد لله، وفي 82 استلمنا آخر مرحلة
وهي رفح وعلم ورفعنا العلم عليها في 82 والحمد لله. وبعد ذلك ما كانش عندنا جيش في ذلك الأوان، كانت عندنا شرطة في سيناء. في سيناء نعم. واستمرينا مع الشرطة نديها ولم نبخل عليها كمان، هي الأخرى، وكنا معها جنبا إلى جنب إلى أن أتت الفئات الضالة وعملت التفجيرات في شرم الشيخ وفي طابة وفي نويبع وفي الأماكن ذلك. فحشدت لها الداخلية حشودا كبيرة وهاجمت في جبل الحلال. وعندما هاجمت في جبل الحلال أذكر في ذلك اليوم أنه قتل اللواء، أنني نسيت اسمه، لواء شرطة قتل. فانسحبت الداخلية بالجنود اللي معاه وروحوا على مديرية الأمن، فاجتمعوا بمشايخ سيناء وقالوا إننا نريد المساعدة. فلبت النداء المشايخ لمساعدة الشرطة، وكل شيخ أتى من عنده بكم هائل وجاهز من كل شيء، وهجموا على جبل الحلال وصف الإرهابيين اللي فيه، إلا اثنين استطاعوا الهروب من جبل الحلال ولقيوا أثره البدو، وفضلوا يجروا مع الأثر بتاعهم إلى الجفجافة، فالجفجافة لحقوهم وضربوهم بالنار. شو الجفجافة؟ منطقة اسمها منطقة اسمها الجفجافة. لحوم الجفجافة تبعد عن جبل الحلال يمكن 100 كيلو. أوف. وهم بيجروا جري على رجليهم المواطنين إلى أن لحقوا بهم وضربوا بهم. طيب اليوم التاريخ يعيد نفسه الحمد لله في سيناء، فذلك لحد ما فذلك اليوم قواتنا المسلحة نعم لم نبخل على قواتنا المسلحة بشيء، نحن السند الأول لقوات المسلحة على مر العصور، ولا يجب التهاون بالقبائل. عندما أرادت بريطانيا أن تحارب العثمانيين بعثت لورانس، لورانس الفاريبيا، لورانس العرب، ولورانس استعان من؟ استعان بالقبائل. صحيح. ولا يجب الاستهانة بالقبائل. يعني اللي بفهمه من كلامك انه عاوزين ايه دلوقتي؟ فلذلك القبائل ذهبت وجلست مع قائد الجيش الثاني الميداني نعم، وقالوا له اننا على تم الاستعداد ان كل شيخ حكومي ياتيك بالعدد الذي تطلبه منه، اذا كان حاب 20 واذا كان حاب 10 افراد، وتلك المجموعه تلتئم مع القوات المسلحة وستكون عناصر مفيدة للقوات المسلحة. مثلا هذه العناصر اللي دخلت اللي دخلوها المشايخ عندما وهم ماشيين في الأرض، عندما يلقوا أثر الإرهابي في الأرض يعرفوا على طول، يشوفوا كده يلقاه متجه إلى كده هو يعرف إنه مستخبي فيه، وإذا رأى أثر سيارة ماشية على الرمل يعرف هذه السيارة إنها رايحة كذا ولا رايحة كذا. أهل مكة أدرى بشعابها. أدرى بشعابها، صح، كلام مظبوط. فلذلك عندما عرضت المشايخ على قائد الجيش الثاني الميداني هذه الفكرة وهذا المشروع، قال قائد الجيش الثاني الميداني الموضوع ده أجله شوية، إحنا ماشيين بخطة معينة. هو كان خايف من إيه؟ هو يعني هو عاوز تأجيل الموضوع ده. هو إيه؟ هو كان مشايخ القبائل بيقولوا له الوقت طول، مشايخ القبائل بيقولوا له الوقت طول، وهو الطول عنده لسبب
مش قادر ان هو يستخدم القوه في المنطقه وفيه ناس ابرياء. طبعا. بس شيخ بدي اسالك سؤال اقبله مني بس بمحبه ولكن لابد ان نسال. برايك هل ممكن انه يكون في خوف او هل ممكن واقعا لما نجي هالشيوخ اللي جابت هودي الناس اللي بدهم ينضموا الى ألوية الجيش او الى الفرق العسكرية في الجيش المصري، انتوا واثقين من انه كل هالافراد اللي ممكن تنضم ما يكون فيها او بيناتها افراد مخترقة او افراد مدسوسة؟ لا لا لا، ده الافراد هم اللي بيطالبوا. نعم الافراد هم اللي بيطالبوا، بيقولوا للشيخ. طيب هم اللي بيطالبوا، بس ممكن هو عم بيطالب لانه مطلوب منه انه ينضوي داخل فرق الجيش تيكون الشباب معروفين. هو لو سمحت لي الشباب معروفين بنحتاج منهم مقتفي اثر في افراد منهم تعرف الطرق والدروب والكهوف اللي ما نعرفهاش احنا او ما تبنلناش في التصوير انت فاهم قصدي؟ نعم. فاحنا محتاجين الدعم الفني يعني اللي هو ايه؟ لكن القوة العسكرية عندنا متوفرة، يعني القوة القتالية زي ما قلت لحضرتك القوات قادرة على سحق اي مربع، بس هي الفكرة ان احنا بنخشى على مدني او طفل او شيخ. بالظبط. هي دي الفكرة. انا محتاج منه مجرد يقول لي الاثر ده، انا هو متخصص قوي يعرف الاثر ده بتاع مين والاثر ده وزنه قد ايه والراجل ده طوله قد ايه ومتجه لفين ومستخبي فين. دي عمليه فنيه بياخدها من الخبره العرب في من الدروب والجبال او الدروب نفسها متفرعه رايحه فين وجايه منين وطالعه فين. دي امور فنيه تخضع للتنطيه على الجغرافيه للمكان. طيب شيخ الناس الارهابيين دول وجوكم منين؟ يعني دخلوا منين؟ ولا هني من ابناء المنطقه؟ يعني هم وافدين على مناطقكم ولا هني الاثنين انشغل عليهم وجندوهم من داخل القبائل والعشائر اللي موجوده داخل سيناء؟ اولا عندما استلم الرئيس محمد مرسي الحكم وافرج عن مجموعه كبيره، الرئيس محمد مرسي قال لهم كلمتين: مش عاوز اشوفكم هنا، روحوا في سيناء. في رصاصة في فراسك وفي كتفك وفي الرقبة وفي الرقبة وين بعد؟ ثلاثة في الكتف وواحدة بالرقبة، واحدة في راسي وواحدة في رقبتي وخمسة في كتفك. خمسة بكتفك يعني سبع رصاصات. اي نعم. واحد اخذوها الارهابيين وعذبوه، قالوا له انت بتشتغل مع الموساد الاسرائيلي، وعذبوه وسجلوا له اعتراف وذعوه على النت. الاعتراف ده مثلا هو وثلاث افراد مع اربعه هم مجموعه، قال والله احنا ضربنا الشيخ اللي من قبيله الرملات ضربناه خمس رصاصات. ده اعتراف عني انا. هم كانوا يعني الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الشيخ انا بدي اتشكرك وبتمنى من كل قلبي انه هذه المعاناه في سيناء تنتهي على خير. شكرا لدعمكم المطلق للجيش والقوى الامنيه المصريه، على امل انه ترجع الحياه الى سيناء الى طبيعتها، ترجعوا الى حياتكم الهادئه والطبيعيه وترجع سيناء مصدر رزق لكم، والدولة تأخذ بعين الاعتبار كمان مشروعات اقتصادية وتوظيف وما شابه علشان كمان تقدروا هو بيشتكي تشموا نفسكم شوية. أنا شايفه حتى احنا عدنا 30 حتى الشكوى في عيونه، الشكوى في عيونه. قال لي احنا عدنا 30، انتوا قعدتوا 30 سنة ما عملتولناش مشروعات، سبتونا كده. طبعا كل التحية، كل التحية لقواتنا المسلحة، التحية الكبيرة التحية الجليلة لقواتنا المسلحة، وكل شاب في سيناء مدين للقوات المسلحة بتحرير الأرض وإسانة الأرض. الله يخليك سيادة اللواء، أنا بتشكرك كمان على حضورك معي. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، تصبحون على خير وإلى اللقاء. ما الذي يجعل الفنانة حنان شوقي تقوم بارتداء الزي العسكري لقوات الحشد الشعبي الشيعية؟ وما علاقة الفنانة وفاء الحكيم بتنظيم هذه الزيارة من الأساس؟
لماذا هذا الهجوم ولماذا قيل عنكم انكم تشيعتم ورحتوا عشان يطمس الحقيقات؟ انا اسفه جدا، انا ما رحتش الانظمه وما بروحش الانظمه، انا بروح للشعوب. دعوه من الحكومات وانتوا ما بتروحوش الانظمه ازاي؟ ماذا تفعل عندما تتعرض لحادث مؤسف منذ صغرها ويصبح مكتوبا عليها ان تعيش بقيه العمر من دون شعر؟ وقت ما حصل الكلام ده 20 سنه طرحه ست طرح انا بلبسه، ما بشوفش مرايه.